والله احنا حاولنا على قد ما نقدر نحط الميداليات، بس هو مفيش امل لان الميداليات اللي جنب دي معرفش لو باينه لحضراتكم اهي. ده كل ده بتوع حسن بس. ما شاء الله. ده كل ده بتوع حسن بس. على كل حال جميل جدا ان انت تلاقي بجد يعني طلبه، وفي نفس الوقت مش طلبه بس، لا هم كمان ابطال في الرياضه، وهنا بنتكلم على مستوى الجامعات وطبعا مستوى الانديه، وهم جايين لنا دلوقتي عشان يكونوا معانا من اسكندريه من نادي سبورتنج ونادي سموحه. خلينا نعرف اكتر ونفهم كل ده، او الميداليات دي كلها جت في قد ايه، وازاي في موازنه ما بين برضو الجامعه والمذاكره او الدراسه. خلينا نرحب بتسنيم عصام وهي طالبه صيدله وبطله جمهوريه في رمي الرمح، وحسن عصام انتوا اخوات ولا ايه؟ لا طالب هندسه وبطل مصر في السباحه. بونجور، نورنا. صباح الفل عليكم، سعداء جدا بوجودكم معانا. انا سعيد كمان بشكل استثنائي لان احنا بلديات بقى اسكندرانيه زي بعض. سعيد جدا كمان بالنجاحات والانجازات اللي انتم عاملينها. نهاود ابتدت الكلام بتفصيله الفكره بتاعه الجمع بين التفوق الرياضي والتفوق الدراسي، وانتم الاثنين طلبه في كليات من اللي هي بيطلق عليها كليات القمه، اللي بطبيعه الحال محتاجه مذاكره ومحتاجه يعني التزام شديد جدا، سواء صيدله او هندسه. فنبتدي معاك انت يا تسنيم، ازاي بتوازني في الحكايه دي بين الدراسه وبين التفوق الرياضي؟ هي الحقيقه يعني الجامعه كانت اكتر سبورت ليا، يعني هي موفره لي كل حاجه. يعني انا تقريبا من اول سنه ما فيش امتحان واحد امتحنته في ميعاده، والشفوي مكان العملي، العملي مكان الشفوي مكان النظري. كل الدكاتره يعني فوق البروفيشنال، حتى الدعم من رئيس الجامعة، الجيم، السكن. بحاول أوظف يعني أنظم وقت ما بين إن أنا يعني أخلص دراستي وبعد كده أكل في مطعم الجامعة. الأكل برضو بيبقى سبيشال لينا عشان إحنا رياضيين. بعد كده وقت مخصص للتمرين بتاعي، عايزة أفك في البول. وقت مخصص برضو لو احنا عايزين نذاكر في ستادينج رومز في المدرسه. في المقابل بقى، حجم او مدى التفوق الدراسي في الظروف اللي انت بتحكيها دي، هل بقدر نجاحك في الرياضه؟ اكيد الجامعه موفره لي كل حاجه، يعني حتى الاجهزه اللي احنا بنتعامل بيها في المعامل يعني زيها زي الاجهزه جديده من طوكيو تك انستيتيوت يعني، والجامعات بره مصر. فاحنا مش مجرد بس يعني جامعه عاديه، يعني هي بتتم يعني بتحطنا بحيث ان احنا نكون ما نتخرج نكون بروفيشنال ونكون متقدمين في سوق العمل احسن من اي حد. هاي ده حاصل معاك كمان هندسيا؟ لا يعني الحمد لله يا الجامعه الحمد لله موفره لي كل حاجه، يعني المعامل برضه على اعلى مستوى جدا، وكرياضه ودراسه الموضوع فيه توفيق. الجامعه موفره لي، انا معايا منحه رياضيه، فانا بخلص اليوم الدراسي بتاعي يا دوبك بروح اتغدى ويبقى عندي البول او الجيم متاحين ليا في اي وقت اخشهم. فيا دوبك انا بخلص دراستي وارجع على طول اتمرن، اخش التمرين بتاعي وارجع اتغدى في مطعم الجامعه، اخلص في مطعم الجامعه ارجع اذاكر في السكن عندنا، وهكذا بقى كل يوم نفس الموضوع. انتوا جامعه خاصه ولا جامعه؟ لا احنا جامعه مصريه يابانيه. جامعه حكوميه بطبيعه خاصه. اوكي، تربط ما بين حكومه مصريه وحكومه يابانيه. اوكي، اتفاقيه مشتركه. كويس جدا. بص بقى، يعني انت والله يعني لو تشوفوا المشهد، انا وحسن قبل هو عمالين معانا الكوم يعني هو بيقول لي طب نحطهم ازاي؟ قلت له مش هينفع نحطهم، هاتهم جنبي يا حسن وهنبقى نشير عليهم يعني او نشير عنهم. لكن خليني اعرف يعني دي كلها رحله او دي كواليس او دي سنين من التدريب والصعوبات اكيد انت مريت بيها، نفهم اكتر يا حسن كل ده في السباحه والبطولات المختلفه اللي انت شاركت فيها. هي ديت الصراحه يعني سنين تعب كبيره جدا، حوالي تقريبا 4 سنين الميداليات ديت، ما بين تمرين ونوم واكل، ويعني كميه مجهود كبير جدا الصراحه. ده مع المذاكره كمان والدراسه، يعني انا في ميداليات من ديت في ثانويه عامه جبتها، ويعني برضه في ثانويه عامه حطمت رقم مصر ورقم العرب في سباق 100 متر. فيعني ديت مجهود كبير جدا طبعا، ويعني كميه تعب يعني صعب جدا، بس يعني ما راحتش على الفاضي المجهودات دي كلها، ربنا كرم ومن واسع. طيب مش دايما بنلاقي بنات بيلعبوا، يعني موجودين في العاب القوه بس رمي الرمح يمكن ما بيبقاش فيه كتير بنوتات بيلعبوه، اشمعنى اخترتي رمي الرمح؟ يعني هي كانت لعبه مميزه بالنسبه لي، كنت حباها، تربط ما بين التفكير والتكنيك والجيم. يعني هي مش مجرد قوه؟ مش مجرد قوة، لا. طب ايه مقادير النجاح فيها غير القوة؟ ايه تاني مطلوب من الرياضي عشان يبقى ناجح فيها؟ لازم سرعة، التكنيك بتاعها أهم حاجة. احنا بنتحرك من نقطة لنقطة تانية، أهم حاجة
تفكر انت بتحاول ازاي تاخد قوتك من رجلك من صبعك توصلها لغايه صبع ايدك، الزاويه، تحمل السرعه، تحمل القوه، حاجات كتيره قوي يعني، مش حاجه واحده بس. طب تسنيم، انت في صيدله، فستيل صيدله صعبه يعني، مش دراسه سهله ابدا، انت ناويه على ايه يعني؟ هل احنا هناخد الشهاده بعد كده خلاص، ولا هتكملي، ولا عايزه تبقي دكتوره صيدلانيه؟ لا طبعا انا عايزه اكمل في كارير الصيدله عامه. انا اصلا في ثانويه عامه كنت جبت فضه، والدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعه يعني كان اكتر سبورت ليا، هو انا وعدته ان انا هجيب الميداليه الذهبيه، وحقيقي انا مع ان صيدله يمكن اصعب بكتير من المدرسه، بس هو كان موفر لي كل الظروف ان انا اقدر اجيب ميداليه احسن. كمان الدكاتره بتاعتنا يعني فوق التحفه، هم مثل الاعلى. حلو فوق التحفه. جديد المصطلح اللي هو تحت المبهر. هما يعني دايما بيسبورت اس وبي مهم مهم الدعم ده جدا. انا حلمي ان انا اسافر جابان يعني عن طريق الكليه، هي اصلا في مبادره يابانيه ما بين جامعتنا وجامعات في اليابان ان احنا نقدر نسافر بره على حساب الحكومه في حاله التفوق. فانا عن نفسي يعني نفسي ان انا اكون حاجه كبيره، واكون يعني اسهم في تصنيع ادويه جديده بحيث الناس تشفى اسرع يعني. لا في تارجت كمان بجد، برافو، حلو ده. وهايل كمان فكره ان في تفاهم مشترك بين الجامعات او الكيانات التعليميه المختلفه، سواء كانت معاهد او كليات، وبين الطلبه المتفوقين رياضيا. يعني هايل قوي التنسيق ده، بينتج عنه ان بيبقى في مساحه كافيه بالنسبه لكم ان انتم تتفوقوا رياضيا زي حالتكم انتوا الاثنين. مفكر في ايه في اللي جاي؟ بتخطط لايه؟ شايف نفسك عايز تعمل ايه بعد ما تخلص الدراسه مبدئيا؟ والمنتخب برضو لو في الحسبان يعني، دي مهمه. انا يعني ان شاء الله ناوي اتخصص في كليه هندسه كمبيوتر انجينيرنج، بعدها ان شاء الله يعني بعد ما اخلص دراسه اطلع اشتغل مهندس. في نفس الوقت يعني مش هنسى السباحه، هكمل ان شاء الله في السباحه، احاول برضو زي تسنيم بالظبط اخد نفس المنحه ديت، يعني احاول اخلي الجامعه تدعمني في الممتحنات ديت. بس ان شاء الله يعني كمنتخب وسباحه انا ناوي ان شاء الله يعني اطلع بطوله العالم السنه الجايه ان شاء الله. هايل. واحاول ان انا انافس دوليا يعني ان شاء الله. حلو قوي. ايه اكتر الدول اللي فيها تنافسيه مع المنتخب المصري؟ اللي انت متخوف منها في البطوله الجايه ان شاء الله؟ يعني ممكن تركيا. تركيا؟ ممكن ايطاليا كمان، والمانيا. أوكي. وكولومبيا، يعني هم دول جامدين جدا في السباحه. طب نسبه ان انت تتفوق على المنتخبات دي كم في الميه دلوقتي لو نقدر نقول عشان احنا ناخدها منك يعني، فاهم، وعد يا حسن؟ يعني النسبه قريبه جدا يعني، الارقام اصلا يعني فرق ثانيه ما بيننا وما بين الميداليه اصلا. طب وانت تسنيم يعني برضو مخططه لنفسك، انت قلت لنا جانب من ده، لكن بشكل عام هل الصح ان انت تبقي مكمله في مجالين في نفس الوقت، ولا ممكن ده يكون فيه صعوبه بعد كده؟ حاجه هتيجي على حاجه فعلا. لا انا شايفه ان انا اقدر اكمل في الكاريرين. يعني انت في الدراسه الجامعه وملابسات الدراسه في الجامعه كانت مساعداكي الى حد كبير. بعد التخرج بقى، لا انا وبالذات بالنسبه للبنات ممكن يبقى حاجه واحده تستجد ينتج عنها تغيير كبير، جواز مثلا، فاهم قصدي؟ يعني في حاجات امور معينه ممكن تستجد تغير لك خطتك. انت نفسك بقى حاطه خطه عامله ازاي؟ انا يعني شايله الجواز من دماغي. ما جابتش رقم واحد. ما هو يا تختاري حد داعم ليك يا مالوش لازمه يعني، عارفه ناس بتيجي بتاخدك لتحت مش بترفعك. هل لازم يكون رياضي مثلا ولا مش شرط؟ لازم يكون سبورتيف يعني، لازم يكون مبسوط بنجاحي اكيد، وانا برضو اكيد سبورتيف يعني. اكيد. بس انا يعني نفسي بعد ما اخلص ان شاء الله احضر ماسترز في بايوتكنولوجي يعني علم جديد وفي حاجات كتير مستجده يعني بتفيد الناس البشريه كلها وبتساعد في تصنيع ادويه جديده. والناحيه الرياضيه اذا ما قدرتش اكمل في الرياضه، اتمنى ان انا برضو يعني تمريني وتعبي برضو يعني انقله برضو واكون مدربه برضو يعني. حلو جدا. طب لو هروح معاكم لنقطه مهمه، يعني انتوا الاثنين بتتكلموا ان انتوا
رحلتكم كانت لحد اللحظه دي حلوه وسهله وفي دعم كبير جدا تلقيتوه من سواء في البيت او حتى في الجامعات على المستويين يعني. بس عايزه اروح لنقطه ثانيه، ايه التحديات، ايه الصعوبات، ايه الايام اللي قعدتوا فيها مثلا حاسين ان انا نفسيا مش مظبوط، فكرتوا في لحظه ان انا مش قادر اكمل مع ده وده؟ اكيد اكيد مريتوا بحاجات زي كده، بطوله كانت صعبه ما فزتش فيها فحسيت هو انا لو كملت اصلا هوصل لايه. انا عايزه اتكلم على الجانب ده، هبدا بيك يا حسن. بص يعني هو احنا في البطولات يعني بيبقى فيها المنافسه عاليه جدا عاليه، فانت لازم تبقى رايح متاهل نفسيا وجسديا، والتدريب يبقى كويس جدا ويبقى فيه ريكفري والحاجات ديت كلها. فيعني انا دلوقتي انا وانا في الجامعه انا الحمد لله متوفر لي كل الحاجات ديت. حتى يعني واجهتني قبل كده ان احنا عندنا المواد صعبه جدا وتقيله جدا طبعا. فكنت طالع بطوله الجامعات السنه اللي فاتت، اضطريت افوت اسبوع كامل في البطوله، فيعني كل دوت مواد راحت مني مش عارف هعوضها ازاي. فالحمد لله الجامعه في الحته ديت وقفت معايا في الحته ديت، ان هم يعني معيدين كانوا بيشرحوا لي الحاجات من تاني، دكاتره يعني الدكتورز كانوا يبعتوا لي فيديوهات للمحاضرات، كانوا بيسجلوا فيديوهات للمحاضرات. ده السبورت ده خلي بالك مش بتلاقيه في كل حته او في كل الجامعات، عشان كده انا سالتكم انتوا جامعه ايه يعني، كان في مغزى من السؤال. مش موجود في اي حته ثانيه الصراحه، يعني نادرا لما تلاقيه. وبرده يعني عندنا المعمل اليوم ب 100 درجه، فانا ان انا يفوتني اليوم دوت صح 100 درجه يعني بقيه الابطال اللي انتوا عارفينهم سواء في العاب القوى رمي رمح او في السباحه اللي مش معاكم في نفس الجامعه ولكن في جامعات ثانيه في نفس المرحلة السنية يعني بيعانوا مثلا في مسألة الجمع ما بين الدراسة والتفوق الرياضي على عكس الحالة بتاعتكم، ولا برضو الجامعات اللي هم فيها من غير ما نقول أسماء مراعية أن دول طلبة من طلابهم ولكن هم أبطال في الرياضة وما ينفعش أن احنا يعني ما نبقاش داعمين ليهم، بتسمعوا إيه من الناس من أصدقائكم؟ يعني أنا بالنسبة لي في ألعاب القوى يعني الحقيقة يعني في البنات ما فيش يعني واحدة فيهم يعني مهتمه بالتعليم الجامعي قوي يعني حياتهم مجرد رياضه. طب هسالكوا حاجه لان فاضل دقيقتين وكل واحد يجاوبني، هنحط كده اولويات الرياضه، الدراسه، الحياه الشخصيه اللي هي بما معناها الجواز والحياه الاجتماعيه. انا خلاص الاجابه واضحه دي اخر واحده صح؟ الاثنين فترتبوا ايه ده او ده؟ ما ينفعش يعني افرق ما بين الرياضه والدراسه الاثنين، بس دي حاجه ودي حاجه، فلو حطينا يعني اولويه عندك انهي الاول؟ اكيد الدراسه، ده كارير اشتغل بيه. الدراسه الاولى فعلا. بس انتوا عارفين الاجابه دي لو كان في مجتمع تاني مثلا مش عربي كان ممكن يقول لك الرياضه الاول، لان الرياضه في بعض المجتمعات الغربيه هي الشغل او هي الكارير اصلا، انت مش محتاج ان انت تدرس. استيل احنا عندنا في مجتمعنا يا كريم برضه انت تتفق معايا، لا الدراسه الاول، حتى لو انا كنت بطل رياضي لازم اخد الشهاده ولازم اركز في ان انا اشتغل. بتشوفوا ده؟ الفكره ان انا اوريدي انا حققت فعلا في الرياضه، بس انا نفسي ان انا احقق في كارير برضه في الدراسه، حاجه كرييتيف، حاجه ان انا بحبها، مجال انا نفسي ادخل فيه، نفسي اساعد الناس، فهي مش مجرد تحقيق نجاح في مكان واحد. انت حابه ده وده، بيبقى ليكوا اصحاب في السباحه في دول مختلفه طبعا بحكم ان انتوا بتسافروا، الثقافه دي واحده ولا زي ما انا كنت بتكلم لا ممكن تلاقي حد بطل رياضي جدا في السباحه مثلا وما بيفكرش في موضوع المستقبل من الناحيه المهنيه؟ لا هي بتختلف يعني من دوله لدوله بالظبط، بس يعني بنسبه 70% منهم مركزين في الرياضه اكتر من الدراسه. بس برضو ستيل في نسبه مركزين في الدراسه، لان الدراسه هي اللي دايمه والكارير هو اللي دايم، لكن الرياضه انا هيجي لي اكيد فتره وهضطر ان انا اوقف يعني سن هيكبر. وكذلك الدراسه، ما انت برضو بعد ما بتنتهي من دراستك الجامعيه ولو عايز تعمل دراسات عليا وفي ناس على فكره بتحول تفوقها الرياضي لكارير مهني بعد كده. يعني انت ممكن بعد ما يعني تشوف ان خلاص الوقت بقى مناسب للاعتزال كلاعب او كسباح، لكن ممكن ده تكون بدايه كارير بالنسبه لك في التدريب مثلا. فاكيد برضو من ضمن الحاجات دي لازم يعني حاطينها في دماغكم ولا ايه؟ اوريدي حقيقه انا واحده واحده يعني بحاول ان انا لو في وقت فاضي
معانا يعني زمايلي في عمر صغير شويه، لو عندي معلومه زياده ان انا اساعدهم، زي ما اللعيبه اللي كانوا اكبر مني ب6 و7 سنين برضو او اكبر ب20 و30 سنه كانوا بيفيدوني في الملعب. حلو جدا، نورتونا وبجد الحمد لله على السلامه. بس انتوا هترجعوا تاني على اسكندريه صح كده؟ معلش بقى تعبناكم، بس وجودكم بجد كان مهم. انا مش راجعه اسكندريه، عندي بطوله بكره ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق ليكم، نورتونا بجد. ثانك يو تسنيم وحسن، شكرا لكم. طيب يا حضرات، اولى فقراتنا الحواريه انتهت، خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع عشان ندخل معاكم بقى في ملف اهاني الاهلي اللي طبعا يعني عملتها مجموعه من محبي وعشاق هذا الكيان. خليكم معانا.